بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نحن من الحزب الإسلامي في ماليزيا، نأتي إلى باكستان لزيارة إخواننا من جماعة إسلامي فرع كراتشي. فاليوم نحن في مقر الخدمة، وهي إحدى المؤسسات التي تديرها جماعة إسلامي، المؤسسة التي تهتم ببرامج إنسانية تربوية تعليمية إلى آخرها. فنتطلع إلى نشاطاتها، فنرى أن هذه المؤسسة مهمة، وندعو الله تعالى من الشعب الباكستاني أن يؤيد هذه المؤسسة، وندعو الله كذلك أن ييسر أمور إخواننا هنا لإنجاح مشاريعها للشعب الباكستاني إن شاء الله. ونشكر على حسن استقبالهم، ونلتقي في لقاء آخر إن شاء الله. سلام من إخوانكم من الحزب الإسلامي في ماليزيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخدمة عمل نیکی کا، عمل خدمت کا.